شوف يا معلم، اي موظف في الدنيا له شكل لليوم بتاعه ما بيتغيرش. يوم الشغل معروف، بتتعزف في الحضانه وانت صغير، في المدارس، بعدين في الجامعه، ومستني يوم بقى ما تشتغل عشان خاطر تبقى براحتك بقى، فاهم، وتطلب ديليفري وتنام وكده. لا يا حبيبي، انت هتعيش يوم مكرر لذيذ اسمه العلمي دوره حياه الموظف. ده بيبدا من الصبح، الصبح بدري قوي. بص، خلينا نتجاوز الحته دي عشان موضوع الصحيان من النوم مش عايز اقرص عليك من اولها. يعني فكره انك تاخد قرار مش منطقي خالص انك تشيل الغطاء الناعم من فوقيك وتسترجل، صعب قوي اننا نسترجل، وتدور على فردتين شراب زي بعض وسلام مش مخرومين ولا استكهم مهرهر ولا عليهم نقطتين بامبي عشان كان حاجه تانية بهتت عليهم في الغسيل، وتلبس هدومك وتنزل من العماره وتقعد تتفادى برك الميه اللي عاملها البوابين من مسح العربيات، فاهم، مش تعملوا ميه كتير قوي، بيغسلوا كموج البحر، فاهم. والمشوار اللعين ده كله، نعدي الوجع ده، انا مش هتكلم عنه. الحته بتاعت الصبح دي اعتبرني ما قلتهاش. احنا هنتكلم من لحظه وصول الموظف لمقر العمل. نبدا بالامضه لذيذه، الفتره الصباحيه الجميله دي. طبعا بتلاقي بقى ايه، واحد بيمضي لزميله، واحد بيمضي لزميلته، واحد قطع صباع صاحبه عشان المكنه بتاعت البصمه دي، فاهم، وحطه في جيبه بتحصل. عشان لا، كل حاجه ممكن تتخيلها. ودي اول حاجه بتعملها الامضه. اول ما توصل كل يوم في نفس المكان ده بتقابل نفس الناس اللي بتقابلهم كل يوم وبيعملوا نفس الحاجات كل يوم. هتلاقي مين بقى؟ في اللي بيسلم عليك بحراره شديده ملهاش اي مبرر. ليه يا حبيبي؟ انا كنت معاك امبارح. النوع بقى اللي بيبوس ببقه، عارف، بيبوس بقه كده، بيحاول ياخد اكبر مساحه من وشك في ميه. ايوه، تحس انه بيتبرك بيك مش بيبوسك، مش خد على خد وطرقعه في الهواء كده زي الناس اللي في اللذيذ يعني. لا، دي بتبقى بوسه شافت بعيد عنك، واحده يمين واحده شمال، وبياخد حقه كله. عارف سلكت البلاعه اللي هي الكاوتش النبيتي دي؟ سخيف. في طبعا سلامات البنات على بعض، ازيك يا جميله، بونجور يا حلوه، ببوسك يا قمر، السكه دي كلها. طبعا بيبقى في بعديها شويه ملاحظات شكليه ذكيه، وبياخدوا بالهم بقى هم في الحاجات دي. ايه ده، انت فتحت شعرك مش ايه ده، بلوزه جديده يا مجرمه، انت عملتي تاتو، شكلك قمر، واو، انت احلى. طبعا هم طبعا كلهم صاحيين من النوم شبه طبق الفول البايت، وبيقولوا بقى الحاجات دي كل يوم في نفس المكان. وتلاقي بقى صنف المدير اللي هو مش وقته خالص، اللي هو مقبل على الحياه وداخل فراشه، ما هو البي جاي في التكييف طبعا مش زينا، وحالق دقنه جامد، وغالبا بيبقى شايل طبقه من وشه، مش حالق يعني، مقشر صنفره، والجاكيت بتاعه بيعمل اشكال دواير كده وهو ماشي. وتلاقيه بيعدي على الموظفين يصبح عليهم واحد واحد بطاقته الايجابيه اللزجه كنوع من انواع الود، عشان هو لذيذ. ها، عروستنا الحلوة عاملة ايه النهاردة؟ مدام رشا عاملة ايه مع جوزك؟ عم عبدو يا راجل يا عجوز، عارف انت الاجواء دي؟ سلم بطريقة امريكية، هاي مان، جيف مي فايف دود، ايه، امريكاني قوي في نفسه. خلاص مضينا وسلمنا وعيشنا لحظات المدير اللزجة، تمام؟ نقعد بقى نشوف اكل عيشنا. بنشوف فعلا اكل عيشنا، لا مش اكل عيشنا عن الشغل، انت عارف، انت فاهم قصدي. أيوة، اكل عيشنا البلدي اللي هو الفطار. فتره الفطار هنفطر ايه؟ طبعا البنات والستات الموظفات يعني اول ما تسمع كلمه نفطر يرد اوتوماتيك، عندهم رساله كده مسجله اللي هي انا عامله دايت. نص ساعه يا ابني الاكل يجي تسمع صوت خلاط اسمنت، مش واحده بتاكل، شغاله بتفرم. هو لو ما قالوش انا عامله دايت دي الواحد يقلق بالظبط، تحس ان هي هتاكلك. عامله دايت يبقى هتاكل الفطار بس. دول بيعتمدوا في موضوع الرجيم ده على انهم بيؤجروا على النيه، هو اسمه كده، اسمه رجيم النيه. اكلنا وحبسنا بالشاي وكل واحد راح على مكتبه، نفتح بقى الايميلات عشان نشوف شغلنا. اهم حاجه بتقراها في اي ايميل الحته اللي فوق دي، تشوف السي سي رايح لمين عشان تشوف مين ملبسك مع مين الاول، بعد كده بقى اقعد بقى اشوف ايه اللي في الايميل. لكن الاول تبص على الحته اللي فوق دي، الخازوق، الخوازيق كلها في الحته اللي فوق دي. وانت بتفر الايميلات كده هتلاقي في منهم 3 4 مش مفهومين خالص، بس مكتوب ايرجنت. ده غالبا اللي بيبعته لك مديرك الايرجنت اللي مستعجل طول الوقت، عاوز الحاجه اللي مش عارف هي ايه بسرعه. تساله حضرتك عايز الشغل ده امتى يا فندم؟ يقول لك امبارح. صايع قوي. ده بقى بتلاقيه واقف على دماغك بعد ما يبعت الايميلات بثانيه، قبل ما يجي لك نوتيفيكيشن اصلا، ايه واقف كده لك مواضيع الارجنت دي لازم تخلص النهارده. فندم انهي مواضيع؟ المواضيع الارجنت. ما انا مش هعمل كل حاجه بايدي بقى، ايه يا حسام؟ يا فندم انا هعمل كل حاجه، حاضر، بس يعني اعرفه يعني احط ايدي عليه. بعدين الارجنت بتاع امبارح لسه على المكنه وبقفله، وما ينفعش اركب ارجنت على ارجنت عشان السير ما يقطعش. ده عموما تسجده، تقول له بيحصل يا فندم، ولا اقول لك قولها له في صيغه الماضي، قول له حصل يا فندم، حصل. مش حضرتك عايز الشغل ده امبارح؟ الشغل ده عندك من وانت صغير. انبسط قوي، تاخد الارجنت اللي معاه تبوسه تحطه جنب الحيط، لان هو اصلا كده كده بينسى لوحده من كتر الارجنتات اللي بيبعتها. هو موتر وبورم في نفسه، بس تعرف ده ارحم من المدير الشكاك. المدير الشكاك ده مش هيبعت لك ايميلات ولا عاوزك تشتغل اساسا، هو عاوز يشوفك طول الوقت قدامه وخلاص. هو ده اللي بيطمنه، ده اللي بيريحه. ده بقى اللي زمان وهو صغير كان كل العيال بتزوغ من المدرسه وهو كان نفسه يزوغ ما بيعرفش، فحصلت له عقده. فلو شافك في اي حته حتى لو قاعد على مكتبك هيقول لك انت كنت فين؟ فندم
انا ما اتحركتش من مكاني من ساعه ما جيت يعني، الا لو كان قصدك على حركه وسطي في انتقل القعده بتاعه الكرسي اللي انا قاعد عليه، فده موضوع تاني. انا انا فعلا حركت كليتي شمال سي، كان اسف معلش. ده احسن حاجه تعملها معاه انك تلم حاجاتك وحالك ومحتلك وتروح تقعد على مكتبه، لا مش في اوضه مكتبه، فوق المكتب نفسه مكان الشاشه كده، تخليه باصص على قفصك الصدري على طول طول الوقت. طمنه قوي يعني. لا اديله قفصك شخصيه، خلاص اليوم بيخلص تمام، يلا امن على التارجت بتاعك، تاكد ان ايميلاتك سليمه ومبعوته، ان شاء الله في شغل هتعمله بكره عادي، تراكم عليك انت ما خلصتش كل حاجه، احنا قاعدين بناكل ونعمل وبتاع، شيك على محابس الغاز، قفل الشبابيك والانوار، يلا نروح بقى تاني على الامضه تاني، ونقابل نفس الناس يعملوا نفس الحاجات بالملي، والبوسه اللي هي سلكت الحوض النبيتي دي الكاوتش، ويا جميله وببوسك ويا راجل يا عجوز، واللفه دي كلها وجيف مي فايف تاني. وحضر نفسك بقى عشان رحله العوده، رحله العوده للبيت، تخش تعمل بيبي، تشرب كتير كان بيبي تاني احتياطي، وقول دعاء السفر، خد قرصين مهدئ، استعين بالله بقى كده عشان احنا على غير دولارات، اعمل كل اللي تقدر عليه. وتقدر تعرف الموظفين اللي مروحين من نظره واحده، يعني مثلا الموظف اللي بيركب مواصلات وهو مروح تلاقيه دايما الكرسي اللي كان نايم عليه معلم في وشه خطين كده، خطين حمر داخلين لجوه، اللي بيسوق بقى وهو مروح بيبقى الدريكسيون معلم على ايديه خطين حمر كده، نفس الفكره. اللي مروح ماشي بقى بتبقى الجزمه معلمه في كعبه من ورا خطين حمر برضه نفس الخط. لما تشوف في الشارع اي انسان رمادي عليه تراب وبخطين حمر في اي مكان من اللي قلناهم دول، اعرف ان ده موظف راجع من شغله، وده بيبقى قنبله موقوته. وسع له وسع له الطريق، ده مسكين انت شفت يومه كان عامل ازاي، يوصل البيت يغير يقعد مع المدام والولاد، يلا نتغدى، شويه شكاوي مختلفه، حماده عمل مش عارف ايه، ماما بتزعق عشان الهوم ورك، شويه رغي، شويه اوفر ثينكينج، افكار سلبيه يسببوا ارق، تقعد تبص على الفيسبوك تشوف حاجات تغم، تنام بصعوبه، تصحى تاني في الميعاد اليومي المحدد بالعافيه من بدري، تشيل الغطا الناعم من فوقيك وتسترجل، وطبعا صعب نسترجل، وتدور على فردتين شراب زي بعض، وبعدين طبعا الامضه، تقابل نفس الناس اللي بتقابلهم كل يوم وبيعملوا نفس الحاجات كل يوم، اللي بيسلم عليك بحراره شديده ملهاش اي مبرر، وطبعا سلامات البنات، بونجور يا حلوه، ايه ده انت فتحت شعري، دي بلوزه جديده صح، والمدير اللي مقبل على الحياه وداخل زي الفراشه كده وحلق دقنه جامد، ايه بقى معلش يا احمد